أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن الله يحب المقسطين إنما واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
يطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم.